السلام عليكم اختي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهامان. اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على مشكل فشل الدفع في علي اكسبريس اللي كيطلع لينا فاش كنبغيو نشريو شي منتوج وما كتكملش لينا عملية الدفع وكيطلع لينا هذا الميساج. ثم غنطرقوا كذلك الاخر تحديثات حول طريقة الشراء من علي اكسبريس دون دفع رسوم الجمارك ورسوم سبيداف. إذن على بركة الله، لكن كالعادة وفي كل بداية ما تنساوش خوتي الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا أول بأول. فكيف كتعرفوا مؤخرا ولا العديد من الأصدقاء كيواجهوا مشكل فاش كينضموا لمجموعات الشراء الجماعي، خصوصا فاش كيوصلوا لمرحلة الدفع بحيث كتطلع لهم رسالة payment failed أو فشل الدفع. لكن الحاجة اللي ما كتلاحظوهاش خوتي هي وجود كود أو رمز تحت هذه الرسالة، وهذه الرموز كتختلف من حساب لآخر حسب نوع المشكل اللي فيه. وهذا هو الدور ديالنا اليوم في هذا الفيديو، جيت باش نشرح لكم كل رمز اش كيعني بالتفصيل باش لا قدر الله وقع لك هذا المشكل. هذا دائما غتشوف الكود اللي طالع لك وغادي ترجع للفيديو وتشوف المقابل ديال هذا الكود باش تقدر تجنب او لا تحل هذا المشكل اللي وقع لك في الحساب ديالك. اذا اخواني على بركة الله غادي نبداو دابا الشرح ديالنا لكل كود على حدة. اذا قبل ما نبداو نهضروا على هذا الكود، فهذا الكود هذا فهو تقريبا واحد، لكن جوج الارقام الاخرين هما اللي كيبقاو يتبدلوا. فدائما كنلقاو سي اس سي 72000026. فبالنسبه لهذا الرقم الاخير 26 هو اللي كيبقى يتغير، اما 11 اما 24 اما 12 حسب المشكل اللي عندنا. فالكود الاول هو سي اس سي 72000026. فإلا طلع لك هذا الكود هذا فغتعرف باللي البطاقه ديالك فيها شي مشكل امني، وبالتالي علي اكسبريس كيطلبوا منك تحقق من هذه البطاقه. اش غدير انت؟ غتمشي للحساب ديالك، غتحاول تحيد البطاقه الا كانت اوجيستريا، تكتفي فقط انك تبقى تدخل المعلومات ديال البطاقه مباشره فاش تبغي تشري. وهذا مشكل الاول بالنسبه لهذا الكود. وكذلك يقدر يكون المشكل هو فتح العديد من النزاعات المزيفه، يعني انت تتفتح نزاعات باش ترد فلوسك وانت راه السلعه راه وصلتك وما عندك حتى شي مشكل، او لا كذلك فتح عده حسابات. وهذا هو المشكل اللي وقع لنا كاملين، لان في واحد الوقت حلينا بزاف ديال الحسابات، كاين اللي فتح جوج كاين اللي فتح ثلاثه باش يستفد من الشراء الجماعي ويقدر يشري اكثر من مره في النهار. فدوزنا بزاف ديال لي كوموند، لكن مؤخرا وخصوصا في هاد الثلاث ايام الاخيره فولاو العديد من الحسابات اللي كانوا كيقوموا بنفس العمليه كيتبلوكا، وبالتالي كيطلع لهم هذا الكود. لذلك الا طلع لك هذا الكود وكنتي فاتح شي كونت اخر، فحاول تمشي تحبس كاع لي كونت اللي عندك وتحيد لي كارت اللي اونغوجيستريا في هاد لي كونت، وتحاول دير شي كونت جديد وحبذا لو انك دير شي بطاقه بنكيه اخرى الا بغيتي مازال تستافد من هاد العروض نتاع الشراء الجماعي. اذا غندوزو دابا للكود الثاني اللي هو اس سي اس سي 72000011. فإلا طلع لك هذا الكود اخي، فاعرف باللي البطاقه ديالك ما فيهاش السولد، يعني الحساب المصرفي ديالك ما فيهش الفلوس الكافيه باش تقوم بانجاز هاد المعامله. والحل البسيط هو انك تمشي تشارجي الكونت ديالك، تحط شي فلوس في البنكه وبالتالي غيكون عندك في الحساب ديالك وتقدر تشري بهاد البطاقه هادي بدون اي مشكل. والكود الثالث هو سي اس سي 72000015. بالنسبه لهذا الكود الى طلع لك فعرف باللي العمليه ديالك مرفوضه من قبل البنك ديالك، وبالتالي غادي تمشي للبنك ديالك وتحاول تشوف اشنو هو المشكل اللي عندك معاهم حتى بلوكاو لك هذه البطاقه هذه. لانه في بعض الحالات الا كنتي كتقوم بمجموعه من العمليات نتاع الشراء عبر الانترنت في نفس النهار، فكيقدروا انهم يبلوكيو لك لاكارت، وذلك لدواعي امنيه لانهم كيعتقدوا بان هذه البطاقه طاحت لك وخدها شي واحد هو اللي كيقوم بهذه العمليات، وباش يحميوك كيديروا هذه العمليه نتاعت بلوك البطاقه ديالك. الحل بسيط، غتمشي للوكاله ديالك غتهضر معاهم وغادي يحلوا لك المشكل في الحين. ثم عندنا الكود سي اس سي 72000022. الا طلع لك هذا الكود عرف باللي البطاقه ديالك غير مدعومه، اولا المعلومات ديال البطاقه ماشي صحيحه. بالنسبه للبطاقه الغير مدعومه ما عليك سوى تمشي لعلي اكسبريس وتحاول تغير العمله نتاعت الدفع، دير الدولار باش تقدر انك تخلص بالدولار وغادي تحل لك المشكل. او لا الا ما تحلش المشكل شوف المعلومات ديال البطاقه، فراه عندك شي مشكل في البطاقه، اما شي رقم نسيتيه ولا شي رقم زدتيه او لا وقع لك شي خطا في شي رقم. ثم عندنا الكود سي اس سي 72000051. فهذا كذلك مشكل في العمله الخاصه بالبطاقه، فما عليك سوى تمشي للوكاله البنكيه ديالك وتهضر معاهم تشرح لهم المشكل، هما غادي يحاولوا يلقاو لك الحل الاخير.
ثم انتقلوا للكود الاخر اللي هو CSC72000034. بالنسبه لهذا الكود اللي طلع لك عرف بلي معلومات غير كامله عن الطلب، اما الاسم او العنوان او رقم الهاتف، فواحد فهادو فرك اما نسيتيه ولا غير كامل، يعني البيانات ما كاملينش في العنوان ديالك او الاسم او الرقم. وباش تحل هذا المشكل غترجع وتفيريفي هاد ثلاثة ديال النقاط، حاول تشوف الاسم واش كامل هو هذاك، حاول تشوف العنوان لادريس واش اكزاكت، ثم شوف الرقم الهاتف الخاص بك حتى هو واش اكزاكت. وبالتالي الى تحققتي من هاد ثلاثة ديال النقاط فكن على يقين غيتحل لك المشكل ان شاء الله. ثم غنمروا للكود الاخر CSC72000012. بالنسبه لهذا الكود اللي طلع لك عرف باللي انتهاء صلاحيه البطاقه ديالك، يعني غتمشي لاجونس ديالك وتاخذ بطاقه اخرى، لان هذه البطاقه اللي كتخدم بها فراه مشى الوقت ديالها وانتهت الصلاحيه ديالها. وبالنسبه لهذا الكود تا هو CSC72000020 فهو كذلك فيه خطا في المعلومات، ويقدر يكون ديك السي في في اللي كتدخل، يعني اللي كيكون الخلف ديال البطاقه دخلتيه بشكل خاطئ اولا انتهت الصلاحيه ديال هذه البطاقه. ثم عندنا كود CSC72000040، الى طلع لك هذا الكود عرف بلي البطاقه ديالك مقيده، يعني مبلوكيه من طرف البنكه ديالك، خاصك ضروري تمشي مباشره كيف قلنا سابقا وتهضر مع لاجونس ديالك وتحل المشكل. فمباشره ملي غتمشي عندهم تقول لهم راه مبلوكه ليا غيطلقوها لك سير بلاص. ثم عندنا الكود CSC72000009، الى طلع لك هذا الكود عرف بلي الدوتاسيون قاديتيها، يعني هذيك لاصوم اللي كيعطيوك سنويا فراه تعديتيها، يعني ما يمكنلكش باقي تشري من خارج المغرب. وفي هذه الحاله الا بغيتي انت باقي تشري فيمكن لك دير بطاقه نتاع الوالد ديالك او لا الوالده وتسنى حتى بدايه السنه القادمه ان شاء الله. فمباشره عند بدايه السنه تتفعل الدوتاسيون من جديد وكتستافد من الدوتاسيون ديالك كامله. وهنا غندوزو كذلك الكود CSC72000053، وهذا كذلك خاص بالمجموعه ديالنا، فالناس اللي كيشريو من علي اكسبريس واللي قلت سابقا فتحوا مجموعه من الحسابات وبنفس البطاقات البنكيه او لا من نفس الهاتف، فكيخرج لنا هذا المشكل خصوصا هاد الثلاث ايام الاخيره. يعني الا خرجك هذا المشكل عرف بلي لاكارت ديالك تبلوكات والحساب كذلك تبلوكا، يعني ما يمكنلكش باقي تشري به، حاول دير بطاقه اخرى او لا راسلهم باش يحلوا لك المشكل. عندنا هذا الكود CSC72000013، هذا خاص بالناس ديال البرازيل، يعني ما عنده حتى شي علاقه بنا وما غاديش يطلع لينا حنا في المغرب. واخيرا غنجيو الكود CSC72000029، هذا كذلك غيكون تيطلع لكم بزاف ديال المرات، وهذا نظرا للضغط اللي كيكون على موقع علي اكسبريس، يعني مباشره لو وقع شي مشكل في الدفع او لا شي مشكل في الحساب ديال علي اكسبريس فمباشره كيطلع لك هذا الكود هذا وكيعلمك باللي كاين شي مشكل في الموقع نتاع علي اكسبريس. غتسنى واحد شي شويه وغتعاود تحاول دير نفس العمليه وغادي تدوز لك العمليه بكل سهوله اخواني. اذا خوتي هادو هما جميع الرموز اللي كيطلعوا لنا في حاله انه فشل الدفع في علي اكسبريس، وبالتالي مباشره الا كنتي غتاخذ شي منتوج وطلع لك شي كود من هاد الاكواد او من هاد الرموز، فما عليك سوى تراجع الفيديو وشوف كل كود اش كيعني وحاول تحل المشكل ديالك كيف شرحنا في الفيديو، وان شاء الله ما غادي يكون حتى شي مشكل مستقبلا. ودابا غادي ندوزو للنقطة المهمة وهو التحديث الأخير اللي كلشي كيسولني، واش إلا جبت شي حاجة من علي اكسبريس أو لا من شي موقع أجنبي واش ما غاديش تشد ليا في الديوان. فأخوتي باش نكون واضحين درت بزاف ديال الفيديوهات وعاود تاني غنطرق على هاد المشكل هذا، فإلا بغيتي لي ديتاي فراه فيديوهات السابقين اللي غيطلعوا لكم الفوق او لا غنخليهم لكم في الوصف ديال هذا الفيديو، قمت بشرح الطريقه نتاع كيفاش تجيب السلعه من علي اكسبريس بلا ما يتشد لك. لكن ما فيها باس نذكروا بعجاله اشنو خصك دير. فاول حاجه خوتي دائما حاولوا تاخذوا منتج واحد ما تفوتوش، وحاولوا ما تاخذوش شي حاجه اللي غاليه اللي تقدر يصيفطوا عليكم مع الدي اش ال او لا فيديكس او لا تقدر لا قدر الله تاخذ عليكم سبيداف في المغرب. وهذا الشيء علاش كنصحكم كذلك اللي باقي ما دخلش معنا المجموعه نتاع الفيسبوك او لا مجموعه الواتساب او لا مجموعه التليجرام ديالنا اللي كنديروا فيها العروض ديال الشراء الجماعي اللي كيكون الثمن ديالها قليل بزاف، يعني كتلقى منتوج ديال 50 درهم او لا 40 درهم كتلقاه داير درهم جوج درهم حتى ثلاثه ديال الدراهم، يمكن لك تاخذ مره واحده في النهار اولا باش تجنب المشاكل اللي هضرنا عليها في هذا الفيديو وتحافظ على الحساب ديالك، وثانيا باش ما يتجمعوا ليكش مجموعه من المنتوجات في الديوانه وتجيبهم لكم سبيداف.
لذلك اخوتي دائما كيف كنقول الى شريتي هذا المنتوج اليوم فتسنى 3 ايام تقريبا، هذا الشيء مباشره من بعد ما يرسل لك البائع المنتوج، تسنى 3 ايام من بعدها وعاد ثاني خد شي منتوج اخر من الشراء الجماعي، وبهذا غتكون تجنبتي سبيد اوف 100% والمنتوج ديالك غادي يوصلك حتى للدار، لانه كيتعتبر باللي منتوج شخصي ماشي لغرض تجاري. وبالنسبه للاصدقاء اللي بغا يستافدوا من هذه العروض فغنخلي لكم الرابط ديال هذه المجموعات في وصف هذا الفيديو، ما عليكم سوى تلتحقوا بالمجموعات ديالنا، كل واحد والاختيار ديالو، اللي بغى يمشي الواتساب يمشي، اللي بغى الفيسبوك يمشي، اللي بغى التليجرام يمشي. انا كنفضل التليجرام لانه كيكون سهل وكيكونوا العروض كاملين كيبانوا لك، يعني تبقى فقط انك تختار المنتوج اللي بغيتي وكتدخل وكتشري مباشره. وحتى هنا وصلنا اخوتي لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، الا كانت خويا اختي هذه اول زياره للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا اول باول.